السلام عليكم مشاهدين القناة، مرحبا بكم. فيديو جديد، نهار جديد، روتين جديد. البنات كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اش كتعودوا؟ اموركم هانية ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال. مرحبا بكم، روتين جديد. دابا يلا عجنت العجينة، غادي نوجد معكم الغديوة ديالنا ان شاء الله. بعد ما عجنتها خليتها ارتاحت شوية، دابا راه قرصتها، غنغطي عليها تخمر مزيان، ومن بعد غادي ان شاء الله نطيبها معكم. ولكن قبل غادي نغسل هو الاول هذا الفرن معكم. اللي حالته حاله، هذه فتره فاش كنت مريضه، شوفوا معايا كيفاش ولا. اليوم غادي نقيه معكم، وكنتمنى هذا الروتين بلا زواق بلا نفاق يعجبكم. ومرحبا بكم، كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، واللي عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء فضلا ليس امر. وشجعوني بلايك والاشتراك، الله يوفق الجميع. وكنشكركم بزاف بزاف البنات اللي سولوا فيا فاش كنت مريضه، سول فيكم الخير، ربي يخليكم، الهلا يوري ليكم اللي داز عليا. الحمد لله، اللهم لك الحمد، الله يجعلها من مغفرة الذنوب. دابا الحمد لله وليت لاباس، اللهم لك الحمد، والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين، والله يجعلها من مغفرة الذنوب. شكرا لكم على دعواتكم معايا، شكرا لكم بزاف، الله يتقبل دعاءكم ودعايا ودعاء جميع المسلمين. يا رب العالمين تحفظكم وتنجيكم وتنوركم وتفرحكم كما كتفرحوني بكلامكم الزوين دائما، باش كتفرحيني والله العظيم اللي كنقرأ التعليق ديالكم وكنشوف كلامكم الزوين، والله العظيم اللي كنفرح، الله يفرحكم كما كتفرحوني. وشكرا لكم بزاف بزاف، الله يعطيكم الخير. اللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه يا رب العالمين. شجعوني بلايك والاشتراك والبارطاج، المشاهده الكامله لا فيديو، شجعوا هذه القناه ان شاء الله. وشكرا لكم، الله يوفق الجميع ان شاء الله. كنتمنى هذا الروتين يعجبكم. غادي نبداوه بصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. على بركه الله، غادي نقي معكم الفرن ديالي بعد ما دهنته بالصابون بلدي، غادي نقيه معكم. وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو الروتين ديال اليوم يعجبكم. Yeah.
بعد ما غسلت الفرن ديالي نقيته بالصابون بلدي كيشعل تبارك الله ما شاء الله، كما كتشوفوا معايا نقي تبارك الله ما شاء الله، رجعته جديد. كنتمنى الفكرة تعجبكم، الصابون بلدي البنات ما يخطاكمش في المسائل هكايا بحال الفرن اللي ديال الإينوكس ولا المعنات ديال الإينوكس، كيخرجهم تبارك الله ما شاء الله الا رقدنا المعنات في الصابون بلدي كيخرجوا تبارك الله نقيين. هنايا بعد ما خمرت العجينه ديالي بديت كنطيب البطبوط، وغادي نوجد معكم الغديوه ديالنا بالدجاج والبطاطا ان شاء الله. كنتمنى هذا الروتين يعجبكم. ودابا البنات وانا كنطيب البطبوط في نفس الوقت هنايا كنوجد الدجاج. هنا درت الدجاج في الكوكوط، درت عليه شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الملح، شويه ديال البزار، ثومه شويه ديال العصير ديال الحامض، وشويه ديال الزيت، وشويه ديال القرفه هكا عويده ديال القرفه. هنايا بعد ما تشحر البصله والدجاج كنضيف جلبانه والقزبر، شويه ديال المليحه هكا من الفوق، والبزار، وشويه ديال الزيتون هكا يتشحر شويه الدجاج. غادي ندير ليه دابا الماء وغادي نسد عليه. هنايا البنات كنطيب البطبوط ديالي. غنعطيكم واحد الفكره، الا بغيتو تسربيو كديروا هكا ثلاثه ديال المقلات ولا اربعه الا عندكم فرن كبير تبارك الله ما شاء الله بحال هكا، كتستعملوا اربعه ديال المقلات الا كانوا عندكم، كتسربيو دغيا دغيا كطيبوه في خطره واحده. بعد ما طيبت البطبوط ديالي وسديت على الكوكوط، هنايا كنوجد البطاطا غادي نقليها. قطعتها بهاد القطعه اللي كتسربي دائما، وبعد ما قطعته هنايا غادي ندير ليه الماء طايب. هذا هو السر ديال البطاطا، فاش كتجي مقرمشه وكتجي مقرمله بحال ديال المطاعم واحسن، كنعرفوا اش كناكلو كنعطيو لوليداتنا. هنايا موجده الزيت في المقله سخنتها، غادي ندير فيها البطاطا بعد ما تقطرت من الماء طايب. هنا درت جوج بيضات كان نديرهم هكا يتسلقوا، غنزوق بهم الطبق ديالي ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. دابا غادي نسقطر هذا البطاطا من الماء طايب، وغادي نديرو في المقله كما كتشوفوا معايا. دابا بعد ما درت في المقله غادي نخليه، ما غنحركهم والو حتى يطيب شويه. بهذه الطريقه ما كيتهرس ليناش. دابا راه كلشي واجد، البيض واجد، البطاطا، الدجاج اللي وجدت بجلبانه وشويه ديال القرفه كيجي لذيذ. هنايا البطبوط ديالي واجد تبارك الله ما شاء الله. ودابا غادي ندير الدجاج ديالي في الطبسيل بحال هكا بهذه الطريقه، وغنزوقو بالبطاطا والبيض. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم، والا عجبكم بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء. فضلا نساء امر شجعوني بلايك والاشتراك، والله يوفق الجميع. شجعوني بالمشاهده الكامله للفيديو، وشجعوني بلايك البنات، الله يجازيكم بخير والله يوفق الجميع. وكنشكركم على كلامكم الزوين تبارك الله، كلماتكم اللي كتخليني انني نزيد لقدام، انني نتشجع باش نصور لكم، باش نقلب هكا حويجات اللي غادي يعجبوكم، والمحتوى اللي غيرقكم واللي غيناسبكم واللي غيعجبكم. وكنشكركم دائما، كنتمنى هاد القناه تكون عند حسن الظن ديالكم، تستفدوا منها دائما بكل ما هو اجود وافيد واحسن ان شاء الله. كنتمنى تستفدوا منها دائما، وشكرا لكم على المشاهده، والى اللقاء في الفيديو المقبل. شيوه جديده، روتين جديد، فلوق جديد، موضوع جديد، وصفه جديده ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم، السلام عليكم.